صار الوقت لنروح لعند زميلتنا هدى الأسعد ونشوف الوجبة الفنية اللي محضرتها لليوم. صباح الخير يا هدى. صباح الخير ولد. صباح الخير هدى. بونجور رنا. سعيد صباحك. بونجور صباحكم يا رب. كيفكم اليوم؟ تمام. شو الأخبار؟ ناطرينك. تمام ناطرين الأخبار. تعطينا الأخبار. بصراحة يعني أنا أول ما فتت على الكواليس ورد هيك من وراء الكاميرات شو الأخبار؟ عم بيقول لي شو الجديد؟ اليوم أخباري هي جديد ولكن مو عن الأعمال الفنية. أوكي. أنا كثير حبيت اليوم معكم ومع المشاهدين نشوف أجواء الحفلات يلي كانت بعيد الأضحى. للصراحة رجعت الحفلات كتير جميلة، العالم بدها تنبسط، العالم بدها تفرح، العالم بدها تعيد، العالم مشتاقة لهالجمعات. فكيف الفنانين يلي مستنين هذا اللقاء مع جمهورهم؟ فحسيت أنه خبر لازم نعرضه على المشاهدين ولازم هيك ورجيكم أجواء شوي من الحفلات. ما قدرنا نروح نحضر، كان صعب فقلت فجبنا الحفلات لعنا. وحبلش بأكثر حفلة كانت عاملة صدى كتير كبير وتحديداً بالسعودية يلي هي حفلة سلطان الطرب يلي غنى لأول مرة بجدة بالسعودية. هذا الحفل طبعاً كتير تنظم وكتير عملوا له هيك مثل دعايات كتير كبيرة قبل ما يروح جورج وسوف، لأنه هي أول مرة خلال كل مسيرته الفنية أول مرة بيروح بيقابل هذا الجمهور يلي حتى هو خلال الحفل قال بحرف واحد، قال أنا بعرف قديش بتسمعوني وبعرف قديش بتحبوني وهي أول مرة بشوفكم لايف. فأنا يعني حتى كتير حاولت دور لكم على غنية كاملة من هذا الحفل. ما بتتخيلوا كم الجمهور يلي كان عم بيغني مع جورج وسوف يلي كان صوته اعلى وكان يعني شو بدي اقول لكم تعبير عن الفرح. كان بحاله وحده بهذا الجمهور تحديدا، هو الهتافات والتسبيق بشكل قوي جدا. فشوفوا كيف كانت الدخله. يلا نحضر سوا. طبعاً يعني يمكن كلكم عم تقولوا إنه يمكن شو قال يلي قاله نفسه اللي قلت لكم إياه بالبداية. أنا عارفانة شو الأسئلة اللي بتصير شو ممكن نسأله شو ممكن شو حكى يلي قاله بالضبط إنه هي أول مرة بشوفكم وأنا كتير سعيد أني موجود ضمن هذا الجمهور يلي بيحبني وبيتابعني وبيعرفني كتير منيح وللأسف هي أول مرة بشوفه بعد كل هالعمر. الله يعطي طولة العمر. آمين يا ويقوي. رب. آمين. وأساساً ناطرين شيء جديد أكيد بعد ياها على الزمن يلي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، ويبدو في شيء بين جوزيف عطية وجورج وسوف، لأنه من يومين ثلاثة أو قبل العيد انتشرت صور كتير قوية يبدو في عمل. بصراحة جوزيف ما صرح ولكن بتحس أنه في شيء، فناطرين لنشوف إذا في عمل جديد. لنشوف شو الجديد. لنشوف شو الجديد أكيد. خبر التالي هو عن وائل كفوري. يعني أنا ورنا وورد كنا عم نحكي من قبل شوي، يعني عن جد الحب بيغير كثير. دائما بتغير وائل بحفلاته. بالحفلات ورد شخص جديد. الشخص تماما مختلف، أغاني جديدة، أغاني صيفية، حفلات يعني مثل ما بنقول بالعامية خبط خبط، يعني هيك بالحرف الواحد. جايبت لكم حفله بدبي. هذا الحفل كان معه اكيد الفنان ملحم زين وكان معه محمد خيري. هذا الحفل يعتبر من اهم اكيد الحفلات لانه هدول الاسماء الثلاثه بالوسط الفني كثير مهمه. ولكن ليش بدي احكي لكم عن وائل كفوري تحديدا؟ وائل كفوري خلال هذا الحفل يلي جايبت لكم انا كمان مقتطفات منه، غنى البنت القويه او سكر عم ربى. انا ما عاد على الاسم السوري. على الاسم السوري غنى البنت القويه ثلاث مرات وما بتتخيلوا السعادة اللي هو كان فيها والفرح. وهذا الحفل خليني أقول يلي كسر القواعد شوي عند مبادئ وائل كفوري، غنى نص ساعة زيادة عن العقد المكتوب. فتخيلي أنت لوين بتكون قديش هو معناته مبسوط ومروق، يعني إنه هو كتير رواق. وصارت قصة أساساً بينه وبين ملحم زين قبل هذا الحفل. أنا ما عم شوف أجواء وائل كفوري وشوف كيف غنى مقتطفات شي لوديع الصافي، شي لأم كلثوم، وشي أكيد من أغاني القديمة والجديدة. فأنا جمعت لكم موال هيك قصير لوديع الصافي وغنية لوائل. جيد؟ يلا يلا شو سوا. يلا
الجمهور قديش عم بغني، نحن هون قاعدين نحن عم نغني نحن مو شايفين وقلك الكل يتحول الى عن جد عن جد. طبعا اللي حبيت اقوله عن هذا الحفل، ملحم زين وصل لدبي ما معه فرقته بسبب اكيد اجراءات الكورونا والبي سي ار اللي هي نص الفرقه ما قدرت تاخذ هذا الاجراء، فكان ممنوع الدخول لدبي. فاقترح الفنان وائل كفوري انه يغني ملحم زين خلال هذا الحفل على فرقته. هذا الشيء بالوسط الفني نوعا ما انقرض، نوعا ما ممنوع، ما في فنان بيرضى انه فرقته تعزف مع فنان ثاني، ولكن وائل كفوري وملحم زين بكل مناسبه بيثبتوا قديش هن اصدقاء وقديش انه ما عندهم مشكله بهذا الموضوع. الايثار هذا طبعا انه انا ما عندي مشكله، فرقتي فرقتك وممكن يصير هذا الموضوع، ولكن عن جد بغير بين غير فنانين لا ما بيرضى. ما بتصير يعني؟ لا لا، مثل كانه ممنوع تغني لي غنيتي رنا اذا بتريدي. اذا لو سمعتي لا مقطع اكيد. هذا كان خبري عن وائل كفوري. اما الخبر يلي بعده، يعني تامر حسني من الفنانين يعني اذا ما في عيد بيكون هيت اي حفله بيعمله. هو بيعمل شو رهيب مع دانسرز، مع 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 فرقه، مع مؤثرات بصريه. هو استعراض حفله بيكون استعراض بشكل واضح. ما رح احكي كثير، رح ورجيكم اكثر كيف فات، وما له شيء مختلف للصراحه عن حفلاته السابقه. عيد اضحى، عيد الفطر، مناسبه عاديه، لا تامر حسني بس يكون في عنده حفله لازم كلياتنا بيولع الجو تماما، ولازم نعرف انه هو رايح على عرض اغاني كلها بتتقدم من اول وجديد، واغلب القنوات الاغنيه يلي ما لها فيديو كليب بياخذوه من ضمن اي حفل من هي الحفله. فعلا تامر حسني كثير بيريح بهذا الموضوع. حابه تسمعي اغنيه لتامر حسني وتعرضيها، حفلاته كثير بتساعد، كثير متكامله وكثير بيكون مشغول عليها. تعالوا بس ورجيكم بهذا الحفل كيف فات وشكو كيف غنى بحبك اللي هي اغنيه فيلمه الجديد. تفضل. تعالي هنا اقولك ايه قلبي ازاي كده ريحتيه، عارفه بحس معاكي بايه حالا، طمنتيني على عمري اهديتي على طول صبري، كفايه اسمي صوت حالا يعني هذا جزء بسيط من هاي الحفله اللي صارت بالعلمين يلي هي بمصر بالساحل الشمالي. نفس الاجواء تماما كانت مع ميريام فارس بالامارات بابو ظبي. تامر حسني وميريام فارس كمان كانوا بالعيد سوا، فتخيلوا اثنيناتهم استعراضيين، اثنيناتهم عندهم هذا الاهتمام بانهم يطلعوا مختلفين او يطلعوا شوي ما بيشبهوا سبكتاكولر كثير. تماما ورد. يعني بالنسبه لميريام فارس، ميريام فارس بصراحه بين كل هالحفلات يلي ذكرتها تصدرت خليني اقول المحركات البحث على السوشيال ميديا، يعني يلي عنده بيناتنا صفحه ما بيهتم بولا خبر فني طلع اكيد شاف ميريام فارس بحفله بابو ظبي. تخيل لهي الدرجه انتشرت الفيديوهات يلي نشرتها هي ويلي نشروها المتابعين. ميريام صار لما راحت على ابو ظبي تقريبا سنه ونص، فكان هذه السعاده بوجودها واضحه عليها
واضحة على الجمهور. فخلونا نسمع شوي شو غنت مريم، كمان جابت لكم مقتطفات وبرجع حتى لكم آخر حفلة معي لليوم. تفضل. الحفلات يلي اليوم جبت لكم اياها ويلي اقيمت خلال عيد الاضحى هو الحفل يلي كان في له خليني اقول رسالتين، اوكي؟ رساله انه بيروت هي مدينه الحب والامل والايمان والقوه، واكبر دليل هو الحفل يلي صار باول ايام عيد الاضحى مع الفنان عاصي الحلاني، ملحم زين ونادر الاتات. هذا الثلاثي كانوا موجودين مع بعضهم براس السنة كمان ببيروت، وكان عندهم نفس الرسالة أنه نحن شعب قوي ونحن شعب بيحب الحياة، وكتير حلو نعيد ضمن أهالينا. نفس الشيء صار يوم راس السنة، يمكن اختلفت أكيد الظروف، هلأ الظروف أصعب، وحتى الفنانين بيقولوا هذا الموضوع أنه كل شيء تغير، ولكن ما بتتخيلوا أجواء هذا الحفل شو كانت، خليني أقول هيك إيجابية، بتعطي طاقة مو بس لأهل بيروت ولا لأهل لبنان، بتعطي طاقة لكل الدول العربية أنه لازم نعيش، لازم نغني، لازم نرقص ولازم نعيد. أوكي؟ فخلينا نشوف كيف كانت أجواء هذا الحفل. مصيناكم بخير، تعال على جميع يا رب، بالصحة أهم شيء، راحة البال والسعادة. اليوم نحن رسالتنا انه بيروت يرقى الفرح، والفرح على طول من هون من بيروت. سمعنا زقفة لبيروت ولهيدا الجمال اللي ورانا. الله بيعاد عليكم بالصحة والسلامة ويسعد أوقاتكم. بدي رحب بكل الموجودين معنا اليوم بهالحفل. يعني هيك حاولت عن جد أن لكم جزء من أجواء الحفلات والفنانين كيف ممكن يتفاعلوا مع الجمهور بعد هذا الغياب الطويل، وهيك وخلصت. كثير حلوة هاي الجولة، يعطيكي ألف عافية يا هدى، وناصرينك الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا.